بس انا حابب الحقيقه وانا ببتدي حلقه النهارده نتفق على ثوابت ما فيهاش نقاش، ما فيهاش جدال، ما فيهاش وجهات نظر. والاهلي يمكن وانا مع حضراتكم امبارح في حلقه السادسه بتكلم او زعت على حضراتكم بيان النادي الاهلي والخطاب، تفاصيل خطاب اللي ارسله لاتحاد الكره واللي بيطالب فيه باعفاء لاعبته الدوليه اللي هيختارهم، اللي لسه هيختارهم ري فيتوريا مدير الفني لمنتخب مصر من معسكر المنتخب، عشان الاهلي عنده مباراه رسميه وهي مباراه بطوله، والاهلي لا يمثل نفسه فيها، دي مباراه على مستوى القاره بين بطل دوري الابطال وبطل الكونفدراليه. قلت لحضراتكم وقريت نص البيان واللي اكد فيه الاهلي في سياقه على فكره انه الاهلي عمره ما تاخر طبعا على المنتخب، ودايما مصلحه منتخب مصر في المقدمه، وبالمواقف مواقف كتير جدا جدا فيها تعرض الاهلي لظلم بين، سواء بقى بصرف النظر مش هتكلم ومش هرجع لتواريخ احكي لكم فيها يعني قد ايه الاهلي بيدعم منتخب مصر، دي حاجه مش محتاجين نتكلم فيها. وتضحيات النادي الاهلي في مواقف كتيره جدا، اخرها مثلا بطوله كاس العالم اللي راح شارك فيها بدون لعيبته الدوليه اللي كانت موجوده مع منتخب مصر في بطوله امم افريقيا في الوقت اللي انا فاكر كويس جدا، المواقف ما بتتنسيش. المسؤولين في اتحاد الكره اكدوا انه الاهلي هيلعب بطوله كاس العالم للانديه بكامل لاعبيه بما فيهم الدوليين اللي كانوا موجودين مع منتخب مصر. بس شاءت الاقدار طبعا ان منتخب مصر الحمد لله كان وصل المباراه النهائيه وما لعبش. محاوله تصوير الامور على انه القصه منتخب مصر في مواجهه النادي الاهلي لا تجوز ولا تصح باي شكل من الاشكال. وسواء كنا بنتكلم على رغبه النادي الاهلي ممثله في وجهه نظر مارسيل كولر المدير الفني، او رغبه منتخب مصر، انا هشيل الاتحاد يعني اتحاد الكره المصري على جنب شويه، او وجهه نظر ري فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، كلا وجهتي النظر ليهم الحقيقه منطقيه وليهم موضوعيه في طرحهم بشكل من الاشكال. لكن السؤال هنا واللي لازم كلنا نساله لنفسنا واللي لازم الاتحاد المصري والانديه المصريه تفكر في التعامل معاه بكيفيه تضمن لينا الحفاظ على حقوقنا، حقوق الكره المصريه، سواء كان الكلام على منتخب مصر او كان الكلام على الانديه المصريه مش بس النادي الاهلي.